نشوف ايش ممكن نغير نبدل ايش نستفيد لحتى هاي الوسيله وهاي التول نقدر نطورها ونحولها احنا بما يخدم اغراضنا. تمام؟ يلا شكرا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، اسمي مارك. وانا اسمي دينا. ولدينا برنامج يعلم الطلاب والاطفال عن خطر التدخين. نريد حقا ان نفهم التلاميذ الاردنيين هذه المعلومات، فكيف نعمل هذا باحسن طريقه بطريقه تجذب. شكرا. فكيف نعمل هذا بأحسن طريقة بطريقة تجذب انتباههم وتجعلهم يتفكرون في الموضوع؟ أليس مناسبا للأطفال أن نعمل مسرحية صغيرة تشمل هذه المعلومات وتوضحها؟ هناك مسرحيات كثيرة ممكن نستخدمها لهذا الغرض، وهذا الفيديو واحد منها. يا صديق جديد. عن جد مين هو؟ وأنا فرحان إنك سألتني يا فادي. من هو إحنا؟ مين أنت؟ أنا سيد سيجارة يا فادي. أنا وكلش راعي يا فادي. هو يريد يصير صاحبك كمان. أيوة، ده أنا عايز أعرفك بجد. طيب، ولكن أعرف. أقول لك يا لازم أروح. ليش ما تقضي بعض الوقت وياه على مود تتعرف فيه؟ مش عارف، بس لازم مين هناك؟ صاحبي الدخان. مش عارف اذا كنت احبه ولا لا. حتعتد عليه يا فتى وحتتنفسه زي الهواء النقي. عن جد؟ من هذا من خلفك؟ مين اللي وراك؟ هلا يا فتي، انا الفطران اود ان ادخل الى رئتك والونها باللون الاسود، انه لون جميل وداكن. رئتي؟ نعم، هم اللي بتتنفس بيهم. مسعتش عنهم؟ مقرف، انا لا احب ولا لا اريد ان اختنق. لكن ده جميل قوي. الامر مش بالسوء ده، بعد كده هيجوا اصحاب الدخان والاطران ويعاونوني عشان انهي رئتين، وبعدها هجيب صديق تاني معايا وهيبقى معاك لفتره طويله. هي وصلت الان. مرحبا يا صديق. تبدو ان نوع الاشخاص الذين اود ان اتعرف به، اود ان اطلب منك اليه. انت باشا، انت مقرف ابعد عني. ايه رايك يا فادي؟ مش هم طيبين قوي؟ انا قررت ان ما بدي اكون علاقه معك خالص. إن مشاهدة فيديو فكرة جيدة، ولكنه من المفيد أكثر أن تعملوا المسرحية بأنفسكم. طبعاً ليس من الضروري أن تعملوا كهذا بالضبط. يمكنكم أن تغيروا اللهجة وتكتبوا مشاهد إضافية تشمل على أفكار التي تريدون أن تصلوا للأولاد. نعم، أنتم تعرفون التلاميذ وظروفهم، فيمكنكم أن تغيروا أو تخترعوا كما تريدون. شوفوا هذا فريقنا الآن. إعادة التزيين بأسلوب السيجارة. يا دخان، شو؟ عن مكان جديد عشان نعيش فيه. تعال شوف. نعم يا سيجارة، دار جديدة حلوة ولونها الزهري. أنا بحب اللون الزهري.
أنا ما مش عارف راح عشان الدخان. يا دخان، سمعت عن درجة جديدة وكنت بدي أزورك. مرحبا بك يا غدران، أنا مبسوط إنك جيت، محتاج مساعدتك بتزيين. بغيب أساعدك يا دخان، بدل بعض النقط السودا هون بيعملوا كتير حلو. خلينا أخذ قطران على هاي رائدة زهرية. هل في شيء تاني عليا؟ يا شو عم تساوي لي؟ ساعدوني. أهلين يا إبان، أنا مبسوط إني شفتك. رحت السيارة وعشان هيك لازم أمشي أنا كمان. ولا يهمك، راح أعتقد أنه ممكن تيجي كمان وكمان و و و و شكرا. يا غدران بوزون لقينا دار جديدة وهلا بصير أكثر أسود. أحسنت، أنت بتعمل كويس. شكرا. أنا حاسس أني تعبان. بعد فترة من الوقت أي رأسك كتير مريحة يا غدران، حاولت تبيت مريح لحالك. يا بسمع السرطان الطريق. يا ما تنسوني، انتم عملتوا البيت السرطان كمان. أنا مبسوطة أنا شوفك يا سربران، ممكن نعمل عليك دائما تيجي وتشارك منع في الوسخ. أيوة يلا خلينا نعمل مع بعض ونجعله مريض كتير وبعدين نقتله. يا أنا تعبانة كتير بكح كتير. مش قادرة اتنفس. سمعتوا شو بيحكي؟ شكله تعبان كتير. يموت بعد شوية، ساعدوني ونخلص عليه. أيوة خلص عليه. لماذا الأرغوز والتدخين؟ لماذا نستعمل الدمى المتحركة لنعلم الأطفال عن التدخين؟ يعني هناك رسائل مهمة نريد أن نعطيها للأطفال. يعني التدخين مضر بالصحة، التدخين يؤدي إلى السرطان والموت المبكر، التدخين في مكان مغلق مضر للصحة، صحة الموجودين غير المدخنين، التدخين مدمن جدا. ولهذه الأسباب جميعا يجب ألا تدخن، كتبت ندخن، ألا ندخن وأن نحمي أنفسنا من التدخين. الخلاصة يعني لكل الرسائل دي، قرروا الآن وأنتم في سن مبكر ألا تبدأوا التدخين. طيب كيف نوصل هذه الرسائل للطلاب للأولاد الصغيرين؟ طبعا هناك طرق مختلفة عديدة، ومن الأفضل أن تستخدم أكثر من طريقة، ويجب البحث في هذه الطرق لكي نعرف فوائدها وكي نختار أحسنها. طبعا مش عايزين نصل لعقل الطالب فقط، عايزين نصل لقلبه.
اوكي نريد ان تصل هذه المعلومات ليس فقط الى رؤوس الاطفال بل الى قلوبهم. هذه المعلومات ليست علميه بحت، فاننا نريد ان نؤثر على عواطف الصغار. طيب لماذا الاراغوس؟ الاراغوس تلفت انتباه الطفل من الاول، اوكي، ويسمع اكثر. الاراغوس تجذب الطفل وتجي به الى القصه او الى الروايه، و يعني اكيد نتعلم من الروايه اكثر مما نتعلم من حكايات حقائق. مثلا في اخر الجلسه الاخيره اللي سمعناها هي جاءت بحكايه تامر، مش كده؟ عشان نفهم المعلومات اكثر. طيب الرواية نفسها تشتمل عدة عواطف. الطفل سيضحك من الدمى، وسيشعر بالحزن عند موت الرئة، وسيشعر بالغضب نحو المواد الضارة. وهذا الربط بين المعلومات المهمة في الرواية والشعور القوية يعمل على رسخ الرسائل في الذهن ويزيد من احتمال أخذها إلى القلب. طيب يعني هدفنا، يعني فريقنا وبرنامجنا أن يزيد هذا المنهج من فعالية هذه الرسائل عندما يستعمل ضمن برنامج كامل لمكافحة التدخين بين الأطفال والطلاب. طبعا هذا ليس يعني الشيء الوحيد اللي تحتاج إليه، هذا أداة من بين كل الأدوات التي يمكن تستعملوها لتوصيل رسالتك إلى الأطفال. طبعاً هون عندنا حوالي يعني 5 أو 6 تمثيليات بالنسبة للتدخين، ولكن يمكن أن تستعملوا نفس الدمى لكي يعني تعملوا مشاهد لأنفسكم. إذا كان عندك فكرة عن مثلاً كيف واحد صديق يؤثر على صديقه في التدخين، يمكن أن تعمل مشهد عن هذا الموضوع ويكون مفيد جدا. شكرا. إذا كان في أي سؤال ممكن تعليقين هون بدي احكي، ويمكن هون عشان انبه الشباب اللي معانا لبعدين. اول شيء انه زي ما حكينا الاراغوس هو عم بيحكي اكثر من عواطف، احنا ما بدنا نركز على الضحك والمزح وبعدين ما نركز على العواطف الثانيه والافكار الثانيه اللي احنا بدنا ننشرها من هاي الرساله. هلا الشيء الثاني انه احنا عم نحكي رساله صحيه وعلميه، فمهم انها تكون مدروسه بعمق ايش عم نحكي فيها. واحسن يعني مزبوط احنا ممكن انتم من خلالكم تعملوا مسرحياتكم القصيره اللي انتم تعملوها، لكن بنفس الوقت خليها تكون مدروسه من اخصائي، يعني من ناس مختصين بالموضوع، لانه اطفالنا اذكياء جدا وكل كلمه بنحكيها بيركزوا عليها وبيقدروا يلقطوا اذا احنا عم نعطي اي مسج غلط. فمهم جدا انها هاي الرساله بنقطيها من ورا مشهد زي هذا نكون دارسينه وعارفين انه عم نعطي المسج الصح وبمعلومه عميقه وصحيحه. وبس شكرا. شكرا. فإذا نكمل عليها نحكي معكم بعد شوي عن المشروع اللي متوقع منكم، واحدة من الأشياء اللي ممكن تساعدونا فيها نطلع بمشاهد أكثر من الموجودين. هلأ على هذا الأساس لما رح نشتغل هيك مشاهد بدنا نتأكد إنه ما عم نصور السيجارة بالأول إنها جاي ومبسوطة وحمراء وبتركض ولونها زهري إلى آخره، وننسى بمرحلة ما هذا المشهد إنه نكسر هاي الصورة. يعني ما بدنا احنا نخلق بعقل الطفل صوره السيجاره حلوه وبعدين المشهد تاعنا زي اللي باخر المحاضره بتاعته مش بضحك يشفق اخر كلمتين، المشهد بعدين يتشفق وما نرجع نكسر هاي الصوره. فديروا بالكم من هيك يعني اشياء عم بتصير. ممكن تستعمل الميكروفون لو نستخدم الموسيقى بشكل عام، مثلا المشهد مشهد حزن كان في موسيقى بس ما اشتغل. كان في موسيقى يعني كل
كل المشاهد على دي في دي وفي سي دي ممكن تستعمل موسيقى معها. ويعني احنا كنا عاوزينكم يعني تاخذوا فكره عن الدوما نفسها وعن المسرح نفسها. لذلك كل الفريق سوف يجي وممكن يوريكم الدوما وتجربوها شوي. يلا الفريق. هاي دخلنا فيها. لا I thought that was a fantastic puppet show, and the audience was very interactive. I thought the kids just did a fabulous job. They certainly seem excited about it now as they're looking at all the puppets and talking to people. So I think this was a great success. This puppet show will be turned over to the Royal Health Awareness Society, and they will be in charge of seeing that it gets used throughout the schools that they are sponsoring. Smile pretty.